ناس كتير بتسأل ان هم مش بيشوفوا الفيديوهات بالترتيب. حابب بس ان انا انوه ان انا اي فيديو بينزل بيكون له بلاي ليست في لكل صف بيكون لهم بلاي ليست كاملة بينزل عليها فيديوهات الترم كاملة وبالترتيب. كل اللي انت هتعمله بس ان انت تضغط هنا على اسم القناة، وبعد كده هتلاقي هنا في حاجة اسمها بلاي ليست او قوائم التشغيل. هتقعد بقى تتصفح وتشوف الصف الدراسي اللي انت بتتابعه، وبعد كده هتلاقي كل الفيديوهات نازله بالترتيب. وما تنساش ان انت دعمنا بلايك، ولو انت لسه اول مره تتفرج علينا يا ريت تشترك في القناه. اول لسن في الجيومتري، وطبعا انت الجيومتري بتاعتك كالعاده انت عارف الكلام ده. الجيومتري محتاج فهم، انت مش مستني ان انا اقول لك الكلمتين دولت، بس فعلا الجيومتري محتاج فهم. وبرضو زي ما برضو ما قلت لك قبل كده، لو انت فهمت الدرس كويس جدا هتعرف تفهم الاسئله وتعرف تحل. اهم حاجه ما ينفعش انك تحل المساله بطريقه الهبد زي نظام ايه ثالثه اعدادي. لا، انت دلوقتي ما ينفعش انك تعدي سؤال الا وانت فاهمه. حتى لو انت فتحت الجاد انسر وعرفت الاجابه بتاعته، بالنسبه لك لو انت مش فاهمه يبقى انت كده خلاص يعتبر السؤال بالنسبه لك يعني ما ينفعش انك تعدي اسئله انك عارف الاجابه بتاعتها بس مش عارف هي جت ازاي. ندخل على الجيومتري. الدرس الاولاني بيتكلم عن السيميلاريتي اوف بوليجونز، والدرس ده مخطوف من تاني اعدادي وجاي لك، يعني هو بالظبط زي بريب 2 بالظبط، مفيش فيه اختلاف. منهجك بيبدا من بعد الدرس ده. سيميلاريتي اوف بوليجونز يعني ايه؟ احنا ممكن نقول لك ان التو بوليجونز دولت بيكونوا سيميلر ولا نوت سيميلر. فانت كبدايه كده بفتره من عندك تقعد تقول لا يا مستر مش شبه بعض، ليه ده كبير وده صغير؟ انت تقول لي انت هنا ايه ده كبير وده صغير. فانا اقول لك لا، انا ما قلتلكش ان هما كونجرنت او ما قلتلكش ان هما ايكوال، انا ما قلتلكش كده، انا بقول لك هل يا ترى سيميلر يعني متشابهين شبه بعض، عامل بالظبط كده لما يكون مثلا طفل صغير شبه بابا بالظبط، يبقى شبه بعض، ما بقولش ان هما قد بعض. انا علشان اقدر اقول ان التو بوليجونز دول بيكونوا سيميلر لازم يكون معانا او بيتوافر معانا تو كونديشنز. ايه بقى الكونديشنز الاولى؟ قال لك ان هيكون الكورسبوندنج انجلز ار كونجرنت. يعني ايه كونجرنت؟ يعني ايكوال ان ميجر. مش فاهم، يعني مثلا تلاقي الميجر انجل دي هتكون ايكوالز ميجر انجل ال، ميجر انجل اي ايكوالز ميجر انجل اكس، ميجر انجل بي ايكوالز ميجر انجل واي، ميجر انجل سي ايكوال ميجر انجل زد. لازم يكونوا ايكوال ان ميجر، كونجرنت يعني ايكوال ان ميجر. تمام؟ طب مستر بتجربتها ازاي؟ ما ممكن مثلا يلخبط لي الاشكال والكلام ده. انا هنا هعمل ايه؟ انا هنا هعمل ايه؟ لسه الموضوع جاي يعني. يبقى اول كونديشنز لازم تكون الانجلز بتكون هنا ايه؟ ايكوال الميجر. تمام؟ بيقول لك هنا كمان السكند كونديشنز، قال لك هنا ذا لينس اوف their corresponding sides are proportional مش equal. قال لك proportional، انا عايزك تكون مركز وتفهم كل معلومه. proportional يعني ايه proportional؟ انت اخذت الريشيو proportion في بريب 3 مش فاكر. انا لو قلت لك دلوقتي ان اللينس بتاعت مثلا البوليجونز دي، خلينا ناخد بوليجونز عاديه ثانيه، يعني مثلا لو جايب لك هنا ترينجل الثاني ده ماشي، هنا اكس هنا واي هنا زد هنا اي هنا بي هنا سي، واجي اقول لك مثلا ان ده ب 10 سنتيمتر، ده 5 سنتيمتر، ده ب 8 سنتيمتر، ده 4 سنتيمتر، ده 6 سنتيمتر، ده 3 سنتيمتر. احنا يا شباب لسه هناخد حاجه دلوقتي في الريشيو اسمها السيميلاريتي ريشيو. انا بيكون عندي هنا ان الاكس زد بيكون كورسبوندنج لمين؟ للاي سي. وبيكون عندي هنا برضو الاكس واي كورسبوندنج لمين؟ للاي بي، يعني اللي قصاده من الناحيه الثانيه. وعندي كمان ان الواي زد كورسبوندنج لمين؟ للبي سي. فانا لو جبت هنا قلت مثلا الاكس زد اوفر الاكس زد والكورسبوندنج سايد بتاعتها اللي هو الاي سي، هيكون عندي هنا 3 اوفر 6. 3 over 6 بتكون equals الـ A الهاف. برضو السايد دوت اللي هو الـ XY
over ال AB. ال XY هنا بيكون عندك هنا 5 over ال AB هنا بيكون عندك 10. هيكون equals ال A. ها برضو. عندك هنا برضو ال YZ over ال BC. ال YZ هنا 4 وال PC هنا بيكون هنا equals ال 8. برضو هيكون equals ال half. لو جيت تلاحظ هتلاقي ان 3 sides ما عملهم divide هيكون equals ال half. هي دي اسمها proportion. مطلع لي نفس الريشيو. هي دي كده اسمها proportional. انا ما قلتش ان هما equal. انا ما قلتش ان هما هيكونوا equal. يعني ده 10 ده 10 ده 5 ده 5. لا. هيكونوا proportional. لما تيجي تعملهم divides ففي الاخر بيطلع لك ايه؟ ايه؟ بيطلع لك نفس الريشيو. هيطلع لك نفس الريشيو. دي معنى كلمة proportional. يبقى انت عندك هنا two conditions مهمين جدا. علشان اثبت ان two sides او two polygons هيكونوا يكونوا similar فلازم يكون عندك هنا الكورسبوندنج انجلز هتكون congruent وبيكون عندك السايدز بيكونوا هنا ايه proportional. ركز علشان الحاجات ديت هتستخدمها هتحتاجها في البروف لان ممكن يجي يقول لك وده السؤال بيجي كتير جدا في الامتحانات اثبت لي ان التو ترينج دول بيكونوا هنا similar مع شويه بقى ريكوايرز هيزود لك عليه فتركز شويه. الجيومتري بيجي منه في الاساي تو كويشنز. طيب احنا افكرك برضو بحاجه برضو احنا هنا بنقول على الترينجل دوت اقول له هنا ان ترينجل A P C similar to triangle X Y او X Z Y X Z Y. خلي بالك في السيميلاريتي لازم 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 الاوردر او النيم بتاعت البوليجونز تكون مظبوطه. يعني انت عندك هنا بقول له هنا ترينجل ثواني كده انا بقول له هنا A B C X Y Z similar to triangle X Y Z. ده السيمبل دي العلامه دي بتاعت الايه السيميلاريتي. فبنطبق هنا حاجه اسمها السيميلاريتي ريشيو اللي هي مهمه جدا وده الاساس اليونت كله. السيميلاريتي ريشيو اللي هي بنعمل بار ايكوال بار ايكوال بار. نكتبها تحت نوت برضه عشان في حاجه هنزود عليها. بار ايكوال بار ايكوال بار اللي هي ايه؟ بجيب هنا الاي بي اول حرفين البي سي والاي سي تاني كده اي بي وتاني حرفين تاني وتالت بي سي والاي سي بعد كده الاكس واي واي زد ها اكس زد دي اسمها السيميلاريتي ريشيو. ناس كتير بتقول دلوقتي انا عندي دي اسمها السيميلاريتي ريشيو. تاني كده لما يجي يقول لي مثلا هنا ايه اهوت بيقول لي مثلا سكوير او بوليجونز اكس واي زد ال سيميلر تو بوليجونز مثلا اي بي سي دي هنعمل بار ايكوال بار ايكوال بار ايكوال بار. اشمعنى؟ عشان عندي البوليجون ده بيتكون من فور سايدز. هناخد هنا اكس واي واي زد زد ال اكس ال بعد كده عندي هنا الاي بي مع البي سي والسي دي بعد كده الاي دي بس. طيب هنزود عليه كمان هنزود عليه كمان البريميتر. بريميتر اوف ذا ترينجل اي بي سي اوفر برضه بريميتر اوف ذا ترينجل اكس واي زد ال يبقى نفس الريشيو اللي هتكون موجوده ما بين السايدز هي نفس الريشيو اللي هتكون برضه موجوده ما بين البريميترز للاي للتو بوليجونز دولت. يعني انت لو جبت البريميتر زي ما احنا كنا عملنا البروبوشنال طلعنا هنا الريشيو وثبتنا انها بتكون بروبوشنال وطلعت بهاف دي برضو لما تيجي تعملها برضو هتطلع لك بهاف هتفرق معانا. يبقى انت بتزود عليها كمان البريميتر بتزود عليها كمان البريميتر. طب تعالى كده نكمل ندخل بقى بعد كده على حاجه اسمها السيميلاريتي ريشيو او السكيل ريشيو. السكيل ريشيو لو احنا في المساله اللي فاتت ديت طبعا انا شايف ان انا عندي هنا ان البوليجون ده بيكون جريتر زان البوليجون ده. لو انا كتبت ده الاول وبعد كده كتبت ده الثاني خلاص
بقى انا كده بعمل حاجه اسمها بقوله هنا ايه شرينكينج، تصغير. يعني ده تصغير لمين؟ للكبير. اما ده الصغير بالنسبه للكبير انلارجمنت، تكبير. مش فاهم، ارجع تاني كده. احنا هنطلع السكيل ريشيو وهقول لك دلوقتي السكيل ريشيو اللي هي السمبل بتاعتها بتكون كي، وهقول لك بتيجي ازاي. بيقول لك السكيل ريشيو ديت لما بيجي تطلعها، على فكره السكيل ريشيو برضو علشان برضو ما ايه ما توهكش، السكيل ريشيو هي هيها الريشيو اللي هتكون بتوين موجوده برضو ما بين السايدز اللي انت هتطلعها من هنا او من هنا او من هنا او من هنا برضو. وهناخد اكزامبل دلوقتي. يعني قصدك هنا على الريشيو بالظبط كده، هي دي اسمها سكيل ريشيو. بيقول لك السكيل ريشيو ديت لو كانت مور ذان ال1، لو كانت القيمه بتاعتها اكبر من ال1، ففي الحاله ديت بنقول الام1 اللي هو البوليجون الاولاني is an enlargement of polygon M2. بيقول لك ان البوليجون الاولاني هيكون تكبير للمين؟ للM2، للبوليجون الثاني. ما دام هنا طلعت لي more than one يبقى كده في حاجه اسمها enlargement، هيكون تكبير. الاولاني هيكون بيعتبر الايه؟ تكبير لمين؟ للثاني. والK is called the enlargement ratio، وفي الحاله دي الK هيكون اسمها enlargement ratio اللي هي نسبه التكبير. نسبه التكبير. اما لو كان الفاليو بتاعت الكي موجوده ما بين الزيرو والون، اشمعنى يعني الزيرو والون؟ يعني اقل من الون بس لحد الزيرو، لان ما فيش نمبر او ما فيش ريشيو هتطلع لي بالنيجاتيف. احنا بناخد جيومتري دلوقتي، يعني ما فيش لينس هتطلع لك بالنيجاتيف. ففي الحاله ديت بيقول لك ان الام 1 هيكون شرينكينج تو بوليجون ام 2، يبقى الام 1 ده هيكون تصغير للام 2، اللي هو زي الحاله اللي فاتت دي كده. لو بدانا من هنا ده هيكون شرينكينج، يعني تصغير لمين؟ للام 2. وفي الحاله ديت الكي ديت از كولد شرينكينج ريشيو، شرينكينج ريشيو يعني نسبه التصغير. اما لو كان لو جيت تطلع السكيل ريشيو وطلعت معاك ب1، فمعنى كده ان التو بوليجونز دول هيكونوا كونجرنت، هيكونوا كونجرنت. يعني ايه كونجرنت؟ يعني هيكونوا متطابقين، يعني قد بعض، هيكونوا قد بعض. You can use the similarity ratio. هنشوف دلوقتي. طيب تعالى كده ناخد اكزامبل، تعالى كده ونرجع تاني بالكلام ده. اهو مساله زي دي بيقول لك هنا if the polygons A B C D and X Y Z L are similar، يعني هو بيقول لك في الاساس اصلا هم بيكونوا similar، ولازم تخلي بالك من الاوردر او النيم اللي هو جايبها لك. بيقول لك انا عايز السكيل فاكتور اوف سيميلاريتي اوف بوليجونز A B C D تو بوليجون X Y Z L. انا عايز هنا السكيل فاكتورز، انا عايز هنا السكيل فاكتورز. يعني ايه السكيل فاكتورز؟ طلع لي ريشيو اي واحده منهم. اول حاجه ما دام قال لي هنا ان التو بوليجون دولت بيكونوا سيميلر، هنطبق بقى السيميلاريتي ريشيو، نعمل بار ايكوال بار ايكوال بار ايكوال بار. ناخد اول حرفين، اقول له هنا ان الاي بي مع البي سي مع السي دي مع الاي دي، وهنا برضو الاكس واي مع الواي زد مع الزد ال مع الاكس ال. لحد كده تمام؟ تمام. اعمل بقى سبستيتيوشن، اعمل بقى سبستيتيوشن. الاي بي الاي بي الاي بي فين؟ اهوت ده احنا عايزينه اصلا، هنكتبه زي ما هو. الاكس واي 3 البي سي 2.1 الواي زد 1.4 السي دي زي ما هي مش موجودة، الزد ال 1.8 الاي دي 3 الاكس ال مش موجودة، اكس ال هنكتب الاكس ال. انا عشان اطلع السيميلاريتي ريشيو او السكيل فاكتور، السكيل فاكتور هتجيب اي نمبرز موجودة، ريشيو موجودة اللي هي ديت، اللي هي دي، هي دي السكيل فاكتور، نمبر موجودة فوق وتحت، وتشوفها بقى على الكالكليتور. هتبقى على الكالكليتور دي 3 over 2، يعني هتضربها على الكالكليتور هتكون هنا 3 over 2. يعني أقول له إيه؟ أقول له the scale factor equal 3 over 2، بس كده بس كده، مش لازم تكتب يعني حوارات وباراجراف و 3 over 2. طب جه قال لك بقى انا عايز اللينسز اوف انون سايد، يعني عايز اللينس بتاعت الاي بي اللي هي دي،
ودي موجوده. هنعمل كروس مالتيبليكيشن، ممكن انت تطلع ذكي براحتك برضو، تشيل دي بقى ونكتب هنا قصاده ايه 3 اوفر 2، مش عايز تشيلها خلاص، تعمل كروس مالتيبليكيشن دي مع دي كده. هقول له هنا ان الاي بي الساين اللي هيكون الاوبوزيت للاي بي بيتكتب هنا في الديرمينيتور، وهنا 3 مالتيبلاي 3 هيطلع لك 4.5 سنتيمتر. وهنا برضو هناخد دي مع دي بي. هيكون عندك السي دي اللي قصادها هنا يكون هنا 2، ودي مالتيبلاي دي 3 مالتيبلاي 1.8. تعملها برضو على الكالكوليتر، شوف الكالكوليتر اهوت اهوت ايش هذه، انتوا شوفوها برضو. المهم يعني كان زي ما عملناها 3 مالتيبلاي 1.8 اللي اوفر 2 ايكوال 27، يعني 2.7 سنتيمتر. طب عايز اجيب برضو الاكس ال، هناخد دي مع دي، يبقى 3 اوفر 2 ايكوالز 3 اوفر الاكس ال. ممكن تعمل كروس مالتيبليكيشن بس انت طالب شاطر بقى ومتاسس، ناخد ان كانسل 3 مع 3، النومريتور دولت او الدينومينيتور لما يكونوا شبه بعض شيلهم، هيكون عندك هنا ان الاكس ال هيكون ايكوالز 2 سنتيمتر، الاكس ال هيكون ايكوالز الايه 2 سنتيمتر. بس دي يعني ايه حاجه بسيطه كده، وان شاء الله لسه هناخد برضو اكزامبل كتيره. طب نرجع بقى لشويه الريماركس دي عشان تعرف تحل مسائل اللي تشوز، لانه هيرخم عليك في الحته دي. بقول لك معلش بس الاوردر في، او لما نيجي نكتب اسم البوليجونز يبقى تخلي بالك بس بتشوف الكورسبوندنج سايد والكلام ده، ولسه قايل لكم من شويه. خلاص معلومه بقى مهمه جدا، بيقول لك هنا ايه، all rectangles are not similar، كل الريكتانجلز ما بيكونوش سيميلر. ليه بقى؟ انت عندك هنا ده ريكتانجل وده برضو ريكتانجل. انت طبعا عارف ان الريكتانجل السايدز بتاعته بتكون نوت ايكوال، اتش 2 اوبوزيت سايدز ار ايكوال ان لينث. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان هم كل الريكتانجل مش هيكونوا سيميلر، لان لو كان ده مثلا ب 3 وده هيكون ب 7، ده مثلا هيكون ب 2 وده هيكون ب 5. انت لو جيت تطلع السكيرد ريشيو هتطلع مختلفه، مش هتطلع حاجه شبه الثانيه، مش هتطلع حاجه شبه الثانيه. ليه؟ لما نيجي ناخد مثلا 3 اوفر 2 اهي، وناخد 7 اوفر 5 اهي، مش هيكون مختلف، هتكون مختلفه، مفيش حاجه هتطلع متشابهه. فعشان كده بيقول لك ان all rectangles are not similar، وده عليها سؤال هتقابلك. ماشي. بيقول لك هنا also all rhombus are not similar، كل الرومبوس برضو نفس الكلام not similar. الرومبوس برضو عشان تبقى انت فاكر الرومبوس السايدز بتاعته كلها بتكون ايه؟ قال له لا، طب ما كده صح يا مستر. يعني احنا مثلا يا مستر لو احنا عندنا مثلا اهو الرومبوس اهو هنا اهو ماشي، والرومبوس الثاني دي برضو اهو، معلش بقى على الرسم الغبي ده. ده طبعا انت عارف ان الرومبوس السايدز بتاعته كلها بتكون ايكوال، يعني ده ب 3 ده 3 ده 3 ده 3 وده مثلا لو 4 هنا 4 هنا 4 هنا 4 هنا 4، هتيجي تطلع الريشيو يا مستر هتقول 3 اوفر 4 3 اوفر 4 3 اوفر 4 3 اوفر 4، فكله شبه بعض اهوت. ايوه ماشي انا معاك في الحته دي انت صح، بس الانجلز مالها الانجل؟ هل يا ترى الكورسبوندنج انجلز هتكون ايكوال ان ميجر؟ ما احنا قلنا علشان اقدر اقول ان التو بوليجونز دولت هيكونوا سيميلر، هيكونوا سيميلر، فلازم حضرتك يكون معاك هنا تو كونديشنز، يكون السايدز يكون بروبوشنال، السايدز تكون بروبوشنال، ويكون الانجلز كورسبوندنج الانجلز بتكون ايكوال ان ميجر. فعشان كده بيقول لك ان اول رومبوس ار نوت سيميلر، وقال لك هنا السبب ليه اللي انا قلت لك ده دلوقتي. انا ممكن هيطلع لي هنا السايدز هنا هتكون بروبوشنال، بس الانجلز، طب الانجل دي بكام والانجل دي بكام؟ انا ما اعرفش، فما ينفعش فما ينفعش. ذا كونجرنت بوليجونز، يعني ايه كونجرنت بوليجونز؟ يعني مثلا لو جاب لك هنا تو ترينجل كده قد بعض مالهم؟ ار سيميلر، بيكون سيميلر بات اتس نوت نيسيسري، بس مش من الضروري. ذات سيميلر بوليجونز ار كونجرنت، ذات سيميلر بوليجونز ار كونجرنت، يعني مش من الشرط ان انت كل لما تشوف عن قدامك تو بوليجونز سيميلر يكونوا كونجرنت. انت عارف يعني كونجرنت؟ يعني قد بعض، متساويين مع بعض. لا طبعا،
يعني في المسائل اللي فاتت ديت احنا حلينا هنا ان احنا قلنا ان التو بوليجون دول بيكونوا سيميلر، بس مش 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 من الشرط ان هم يكونوا كونجرنت. يعني ايه كونجرنت؟ يعني قد بعض. هنا برضو نفس الكلام، مش من الشرط ان هم يكونوا كونجرنت، هم سيميلر شبه بعض، بس مش من ايه اتس نوت نيسيسري ان يكون دولت يكونوا كونجرنت. If each of the two polygons is similar to a third polygon, then they are similar. يعني بيقول لك هنا لما يكون عندك هنا ان الترينجل ده similar للترينجل ده. Polygon 1 similar to polygon 2. ويجي يقول لك ان polygon 2 similar to polygon 3. يبقى التلاتة كلهم ايه؟ هيكونوا similar. يعني ده similar ده وده similar لده، فيكون التلاتة بيكونوا ايه؟ similar. Then they are similar. التلاتة دول. All regular polygons. وتخلي بالك من الكلمة ديت regular polygons مالهم؟ Of the same number of sides are similar. كل البوليجونز irregular. Irregular بيكونوا ايه؟ similar. طبعا في شوية كذا كلمة عايز اعرفها لك. البوليجونز يا شباب في منها نوعين. في نوع منها اسمه regular وفي نوع تاني اسمه irregular. الريجولر يعني المنتظم، والريجولر اللي هو الغير منتظم. يعني انت مثلا عندك مثلا البوليجون ده، ده البنتاجون، ده اسمه regular. ليه؟ علشان السايدز بتاعته كلها بتكون ايكوال. انا ممكن ارسم لك تاني بنتاجون زي ده كده 1 2 3 4 5. هل يا ترى السايدز هناك بتكون ايكوال؟ لا. فعشان كده اسمه irregular. وتركز عشان على اسئله كتير الحته دي. فبقول لك هنا all regular polygons يعني كل البوليجونز الريجولر اللي بتكون regular يعني المنتظمه of the same number of sides اللي بيكون عندها نفس العدد من النمبرز من السايدز بيكونوا similar. يعني ما تجيبليش بنتاجون وتجيب لي كمان هيكساجون وتقعد تقولي دولت ان دول سايدز ان دولت هيكونوا similar. غلط. لو جبت لك هنا 2 بوليجون 2 بنتاجون سيميلر، 2 هيكساجون سيميلر، بس لازم يكونوا ريجولر يعني بيكون منتظم ما بيكونش irregular. فعشان كده بيقول لك هنا all equilateral triangle are similar. All equilateral triangle are similar. All squares are similar. احنا عارفين ان الكواليتاتر تريانجل بيكون عنده السايدز بتاعته كلها بتكون ايكوال، والانجلز كمان بتكون ايكوال ميجر. خلي بالك من المعلومه دي. الايكولاترال تريانجل بيكون عندك السايدز هنا بتكون ايكوال، والانجلز كمان بتكون ايكوال ان ميجر، عندي 60 وفي الباقي كله بيكون 60. كذلك السكوير السايدز برضو بتكون ايكوال ان لينث، وكمان الانجلز بتاعته بتكون ايكوال ان ميجر 90 ديجري ما بتتغيرش. فديت الريماركس نمبر 7 دي مهمه قوي عشان عليها اسئله كتيره جدا. اخر حاجه في الدرس عشان تعرف ندخل بقى على حل التمارين. بيقول لك هنا ان two similar polygons تمام، وهتقابلنا كمان في حل المسائل اللي هي الاسي. The lenses of the sides of one of them are 3 cm, 5 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm and the perimeter of the other equals 48. Find the length of the side of the second polygon. انت اولا بيقول لك هنا two similar polygons، فانا افرضها. يعني هنفرض ان البوليجون الاولاني مثلا A B C D. ممكن تفرض ان البوليجون الثاني x y z l، وممكن تقول a داش b داش c داش d داش عادي. يعني برضه ده البوليجون الاولاني وده البوليجون a الثاني او السكند بوليجون. فانا بقول هنا سينس ان بوليجون 1 اللي هو هقول له هنا a p c d similar to x y z l بوليجون، وانا برضه p دوت كده دي بوليجون. هتضطر حضرتك انك تكتب السيميلاريتي ريشيو بار equal par equal par equal par، وهنزور كمان واحدة. ليه؟ هقول لك دلوقتي. هنكتب هنا بقى الـ AB والـ BC والـ CD والـ AD. هنا برضو هنكتب هنا الـ XY مع الـ YZ مع الـ ZL مع الـ XL. هنزور بقى بتاعت الـ A الـ perimeter بقى. perimeter of the polygon بريمتر A B C D، وهنا برضو بريمتر X Y Z L. تعرف حضرتك تعمل سبستيتيوشن ازاي؟ قال لك اللينس سايد اوف وان اوف ذيم الاولاني 3 5 6
8 و 10 ده اه ده جاب لي هنا اكتر من سايز ما خدتش بالي خالص ما خدتش بالي خالص 1 2 3 4 5 فهنضطر مثلا نحط هنا مثلا هنا آه مثلا نحط هنا ام ونحط هنا مثلا ايه ار ماشي فهنزود هنا كمان واحد كده اقول هنا الدي ام واقول هنا ال ار واقول هنا البريميتر of A, B, C, D, M perimeter of X, Y, Z, L, R انت تلخبطت مني نعمل بس substitution هنشيل دي هنحط النمبرز دي اللي هنا بص هنحط هنا 3 وهنا 5 بالترتيب كده وهنا 6 وهنا 8 وهنا 10 تمام بعد كده بيجي يقول لك ذا بريميتر اوف ذا اذر البريميتر اللي هو الثاني بتاع الثاني ده قال لك 48 ما نعرفش نجيب البريميتر بتاعت الفيرست ده ار ازاي هنجيب السام بتاعت الايه السايز دي 3 بلس 5 بلس 6 بلس 8 بلس 10 ده كده هيطلع لك ب 8 8 و 8 16 16 و 10 يبقى 26 و 26 و 6 هيطلع لك في الاخر بكام ب 32 يبقى ده هيكون ب 32 اجي بقى علشان اطلع السايدز بتاعت الاذر دايجونال البوليجونز ده هنعمل كروس مالتيبليكيشن يعني ناخد 3 اوفر اكس واي ونساوي ب 32 اوفر 48 هتعمل كروس مالتيبليكيشن بص ده كده مع ده كده يبقى الاكس واي اللي قصاده هنا في الكروس مالتيبليكيشن اللي هو 32 و 3 مالتيبلاي 48 وتشوف هتطلع بكام طب انا عايز اطلع الواي زد هنعمل باور اللي قصاده هنا اللي هو مين 32 بتتكتب هنا في الدرمينيتور ما دام قصد المجهول بيتكتب في الدرمينيتور بعد كده 5 ملتبلاي 48 برضو اشوف هتطلع بكام الزد ال اللي قصادها هيكون عندك برضو ب 32 وهنا 6 ملتبلاي 48 وعندك هنا برضو الاكس ال اللي قصد الاكس ال اللي هو مين 32 في الدرمينيتور وال 8 ملتبلاي الايه 48 وكذلك برضو بس كده